صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 21 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006، بشأن الضمان الاجتماعي، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. المادة الأولى يستبدل بالتعريفين الواردين بالبندين الأول والثاني من المادة الأولى من القانون رقم عشر لسنة 2006 بشان الضمان الاجتماعي البندان الآتيان. الوزارة الوزارة المختصة بالتنمية الاجتماعية، الوزير الوزير المختص بالتنمية الاجتماعية. المادة الثانية تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشان الضمان الاجتماعي نصها الآتي. الماده الثالثه فقره جديده ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير استحداث فئات جديده ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء